مور. وكما أسلفت الذكرى في العناوين الثالث، دجنبر هو اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة. وطنيا عددهم يدنو من مليوني شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصية تترتب عنها مجموعة من المطالب على رأسها الولوجيات، غياب يصل حد الانعدام، كما سنتابع معك جاد أبردان مصطفى السعدون. رغم إعاقته، أيمن مميز بطبعه، متحد لعجز بدني لم ينل من عزيمته كما تروي الأم. هما راه عندهم قدرات وعندهم كفاءات، يمكن يعطيو أكثر من مجهود، حتى استطعنا أننا ندمجوه في المدرسة ووصل حتى تحصل على الشهادة ديال السلك الإعدادي. كرها توقفت مسيرة أيمن الدراسية، وإن كان أوفر حظا فغيره من ذوي الاحتياجات الخاصة لم يلج فصل الدرس قط، يشكلون 66% من المصابين بإعاقة، أمر ليس مقبولا يقول الفاعل الجمعوي. المطالب الآنية بالنسبة لنا تتمثل بالأساس أولا في ضمان ولوج، ضمان الحق في الولوج إلى التعليم من خلال مؤسسات تربوية دامجة تستوعب جميع مكونات المجتمع المغربي بتفاصيلها باختلافاتها بأشكالها إلى غير ذلك. المطلب الثاني يتمثل في ضمان الحق إلى الخدمات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة. هي مطالب يرددها اليوم أكثر من مليوني شخص يشكو إعاقة نفسية جسدية أو معرفية. صوت 6.8% من الساكنة يلح أولا على توفير الولوجيات، فماذا أعد لهم من مخططات؟ هناك عمل مهم لصالح الأشخاص في وضعية إعاقة فيما يتعلق بالولوجيات، وهناك عدد كبير من الاتفاقيات مع المجالس الجماعية. وفي مجال التشغيل هناك هذه الأيام إعلان عن مباراة أولى خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة للإدماج في الوظيفة العمومية، كما أن هناك عمل على إرساء نظام لتقييم الإعاقة يساعد على إخراج بطاقة الشخص المعاق، وأيضا هناك دراسة خاصة بالدعم الاجتماعي. في يومهم العالمي يرفعون الإدماج مطلبا ملحا، ذوي الاحتياجات الخاصة في حاجة إلى مزيد من العناية، فهم رقم في معادلة التنمية وجب استثماره. ذاك لسان حالي صديقنا أيمن.